هنتكلم دلوقتي على الـ strength of gear teeth. في البداية لابد ان احنا ناخد بالنا من حاجة، ان بيكون في عندي سنتين هيعشقوا مع بعض، فلاحظ ان الفلانك بتاع الدرايفر بيحصل كونتاكت بينه وبين الدريفن عند التيب بتاعة الدريفن، يعني الفلانك بتاع الترس. ما احنا عارفين الترس ليه توب من فوق وليه اتنين فلانك من الجنب والروت من تحت او الجدر من تحت، دي كل سنة كده. فالفلانك اللي هو جنب السنة بتاعة الدرايفر هي اللي بتبقى ان كونتاكت مع التيب، مع الحرف السنة القمة بتاعة السنة الدريفن العليا دي، لازم ايه ناخد بالنا منها. فمثلا لو احنا عندنا دلوقتي سنتين كونتاكت مع بعض، هلاحظ ان في قوة اسمها دبليو ام، دي اللي احنا بنسميها توتال لود، دي اللي هي بتنشأ بين الترسين نتيجة التعشيق بينهم، وبتبقى مايلة بزاوية هي زاوية الايه البريشر انجل. واحنا كده ومكتوب قدامنا التوتال لود دبليو ان از اسيومد تو بي كاريد اوت باي وان تيس، يعني في افتراضنا كمان بنفترض ان هذه القوة بتشيلها سنة واحدة من اسنان التروس، مش اكتر من سنة، في حين في الواقع في الناحية العملية بيبقى اكتر من سنة، ممكن تبقى سنة وجزء من سنة تانية، بيبقوا الاثنين مع السنة مع جزء من السنة اللي بعديها بيبقوا شايلين الحمل مع بعض، لكن احنا كنوع من السيفتي بنفترض ان الحمل كله بيتنقل عن طريق بين الترسين عن طريق سنة ايه واحدة. فقدامنا السنة هي مثلا عليها حمل دبليو ان مايل بزاوية بريشر انجل، السنة دي ارتفاعها اتش والعرض بتاعها ايه تي. القوة الاف ان دين هي القوة المايلة اللي هي التوتال لود، احنا ممكن نعملها عملية بسوليشن نحللها الى قوتين، قوة تنجنشال دبليو وقوة راديال اللي هي دبليو ار. قوة تنجنشال اللي هي دبليو اللي هي ممسية لسطح السن من فوق، وقوة دبليو ار اللي هي قوة الراديال. ولاحظ ان القوة دبليو دي في الارتفاع اتش، ولاحظ ان القوة دبليو دي هي دي القوة اللي بتعمل بيندنج على السنة، لان قوة دبليو في المسافة اتش تديني بيندنج على الكروسكشن التحتاني اللي عرضه تي اللي هو بتاع القاعدة بتاعة السكشن. وقدر نلاحظ ده هو ده ايه، ده الويكست سكشن او اضعف سكشن او كريتيكال سكشن. ليه؟ لان ده عليه ماكسيموم بيندنج مومنت دبليو في اتش بالكامل، اللي هو احنا بنسميه سكشن اي اي اللي ظاهر قدامنا ده. اما الريديال كومبوننت دبليو ار دي فدي بتبقى قيمتها صغيره، ودي مسؤوله عن ان الترسين بيبقوا متلامسين مع بعض، ودي احنا ممكن ايه نتيجه صغر قيمتها من ايه بنقدر نحملها. وبالتالي بيتبقى عندي زي الرسم اللي قدامي دلوقتي كده، لو انا بصيت رسمت البلان للسكشن اللي هو عند ايه ايه، هلاقي ان السكشن اللي بيبقى عرضه بي اللي هو عرض السنه، عرضه تي اللي هو عرض السنه، وعمقه اللي هو عرض السن نفسها بقى في الاتجاه العمودي على الـ على الـ على الشاشه اللي قدامنا اللي هو العرض ايه بي. عشان نشوف الاسترنس بتاع السنه، من ضمن الافتراضات اللي احنا لازم نبقى عارفينها ان احنا بنعتبر ان اللود بنفترض ان هو يونيفورم ديستريبيوتد على الفيس كله بتاع السنه، يعني كل الفيس بتاع السنه اللود اللي عليه ايه يونيفورم ديستريبيوتد، يعني موزع توزيع ايه منتظم. بالاضافة لكده ان السنة بتاعتي طبعا هيحصل عليها البندنج عند السكشن ايه التحتاني اللي هو ايه ايه، والستريس اللي بينتج عنها احنا ممكن نحسبه من العلاقة ان سيجما بندنج سواء ايه بندنج في واي على اي، دي المعادلة نحسب عليها البندنج ستريس او النورمال ستريس ديو تو بندنج اللي بينشأ على السنة نتيجة الحمل اللي هو ايه الحمل القوة الجي فورس اللي هي قوة الكونتاكت بين اللي هي القوة اللي بتنشأ نتيجة نقل الحركة بين السنتين، مع ملاحظة ان في هذه المعادلة الام بيندنج اللي هو الدبليو في اتش اللي هو قيمة الحمل اللي هو المركبة التانجنشال في ارتفاع السنة، والواي اللي هو تي على 2 اللي هو نص عرض السنة، والاي اللي هو المومنت اوف انيرشيا اللي هو بي في اتش كيوب على 12 او بي في تي، حيث اتش دي اللي هي تي، بي في تي كيوب على 12. وبالتالي
يعني البي هنا هو الاتش هنا هي نفسها تي، وبالتالي فهيبقى السيجما بيندنج بتاعتي لما اعوض بالقيم بتاعت الام بيندنج والواي والاي في المعادله الاصليه بتاعتي هلاقي ان السيجما بيندنج بتساوي 6 دبليو اتش على بي تي تربيع. وبالتالي فانا ممكن اقول ان الدبليو بتاعتي اللي هو الحمل دبليو بيساوي سيجما بيندنج في بي في تي تربيع على 6 اتش، ودي جايه من ايه؟ ان انا بخلي الدبليو هي ال الديبندنت فيريبل، يعني بخليها في 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 الناحيه الشمال في المعادله بتاعتي، والاندبندنت اللي هو الايه السيجما بيندنج في البي في تي تربيع على ال 6 اتش، وحاجي هضرب المعادله دي فوق وتحت في البي سي اللي هو البيتش سيركل اللي هي خطوه السنه. فهلاقي هلاحظ هتاخد المعادله بتاعتي هي نفسها الصوره الجديده اللي هي سيجما بيندنج في بي في تي تربيع على 6 اتش في البي سي، ومضروبه فوق برده ايضا في ايه في بي سي. ولاحظ حاجة، لاحظ حاجة ان الترم تي تربيع على 6 اتش في بي سي ده هو ده دايمنشن ليس. ليه؟ لان وحداته من فوق وحدات بعد ابعاد لينير يعني مليمتر تربيع، ومن تحت اتش في بي سي يعني برضو مليمتر تربيع، وبالتالي فالتي تربيع على 6 اتش بي سي ده دايمنشن ليس فاكتور، وده اللي احنا بنسميه الايه الفورم فاكتور اللي هو اللي هو تي تربيع على 6 اتش في الايه في البي سي. قيمة الـ dimensionless factor دون بتبقى موجودة عندي في tables function من عدد السنان زي التيبل اللي ظهر قدامي. هلاحظ ان التيبل دي في ارقام اللي هي موجودة في الوسط، اول عمود بيديني اول حاجة عدد الاسنان 12 سنة 13 سنة لغاية 60 سنة، وبعد كده التلات اعمدة التانيين بيدوني قيمة الواي او اللي هو الفاكتور ده هو الفورم فاكتور ده عند الانواع الاسنان المختلفه اللي هي السنه الاولانيه اللي هي 4.5 14.5 البريشر انجل بتاعتها 14.5 اللي هو الفول ديبس، والعمود الثاني اللي هو ال 20 درجه فول ديبس انفوليوت، والثالثه اللي هي 20 درجه استو انفوليوت. دول الثلاث انواع الايه من الاسنان بتاعت التروس اللي هو الشائع استخدامهم. الاحظ حاجه، الاحظ ان كل ما عدد السنان بيزيد لو خدت اي عمود راسي من الثلاث اعمده العيد اليمين الاقي مثلا بالنسبه مثلا النمبر اوف تيس لو كان 12 لغايه 60 يعني ماشي انا راسي لتحت، هلاحظ ان قيمه الفورم فاكتور بتزيد، ودي باينه مثلا من مثلا بصين هو مثلا عند اللي هي السنه اللي هي 20 هبص الاقي ان قيمه اللي هو الفورم فاكتور اللي احنا بعد كده هنسميه واي فاكتور، يعني الفورم فاكتور بيبقى 9 من 100 لو كانت 14.5 درجه، او 102 من 1000 لو كان 20 درجه فول ديبس انفوليوت، او 125 لو كان 20 درجه البريشر انجل استوب انفوليوت حسب نوع السنه. وبالتالي فحسب نوع السنه بيختلف قيمه الفورم فاكتور، وهو لما بيكون 30 درجه هبص الاقي لما بيكون 30 درجة برضو نفس الوضع تقريبا، هبص الاقي وهو 30 درجة هلاقي 101 114 139 من 1000. هلاحظ بقى هنا ان نفس نوع السنة وليكن اول سنة اللي هي 14.5 فول ديبس انفوليوت، هلاقي ان بالنسبة للترس ال 20 درجة هلاقي فورم فاكتور بتاعه 9 من 100 او 90 من 1000، في حين لما لو 30 سنة اللي يبقى 101 ايه من 1000. لازم برضو ناخد بالنا ان الفورم فاكتور ده اللي هو تي على 6 اتش في البي سي بالاضافه لانه دايمنشنلس انه كل البارامترز اللي فيه هي بتصف السنه، يعني التي والاتش اللي هم عرض السنه وارتفاعها، البي سي اللي هو الخطوه اللي هو نصيب المحيط او نصيب السنه من محيط الترس لانها عباره عن المحيط على عدد الاسنان. يعني عايز اقول ايه؟ عايز اقول ان ده عشان كده احنا بنسميه الفورم فاكتور، لانه كل البارامترز اللي فيه الثلاثه بارامتر اللي هو بتوقف عليهم هم البارامترز اللي بيصفوا لي شكل السنه بتاعه الايه؟ الترس. ده بالاضافه لكده برضو ناخد بالنا من حاجه ان الهوريزونتال او التانجنت جيف فورس اللي هي الكومبوننت دبليو اللي هي اللي بتعمل البندنج دي، احنا هنا هون ممكن جوازا
نعتبرها هي نفسها القوة الناتجة من نقل التورك اللي هي الترانسميشن فورس، اللي هو التورك على نص قطر السن الترس عند البيتش سيركل اللي هي قوة F. وبالتالي احنا ممكن نستعيد عن W اللي هي قوة بتاعت الجير فورس، B اللي ايه B ترانسميتد فورس، F اللي هي القوة الناتجة نتيجة التورك اللي منقول بين الايه الاسنان. وبالتالي فاحنا هنحط دلوقتي F مكان W في المعادلة، و هنحط واي اللي هو الفورم فاكتور اللي هو التي على الستة اتش في البي سي. وبالتالي هيجي لي هنا ان القوة اف بتساوي السيجما بيندنج في بي في بي سي في واي. واي ده الفورم فاكتور، البي سي البيتش سيركل، بي ده هي اللي هو عرض السنة عمق السنة يعني طول السنة يعني، والسيجما بيندنج اللي هو النورمال ستريس ديو تو بيندنج، وإف اللي هو الترانسميشن فورس. كمان ناخد بالنا ان بالنسبة في الامور العادية فان عرض السنة اللي هو البي عادة بيكون بيساوي 4 مرات البيتش سيركل. وبالتالي احنا ممكن نقول ان البي دوا بيساوي كي في البيتش سيركل، عادة في التصميم العادي بيكون 4 ومبيزيدش عن كده، يعني كده المفروض تبقى 4 او اقل من 4. يعني بالنسبة للأسنان لو المدود بتاعها كبر وبالتالي البيتش سيركل بتاعتها كبرت قوي، فبيكون طول السنة اللي هو في الاتجاه الموازي للمحور بتاع الترس نفسه بيكون أقل من 4 شوية، ممكن تبقى 3.5 3. وبالتالي فإحنا عادة بنقول إيه إن البي بتساوي كيف البي سي أو بتساوي 4 البي سي، ده في التصميمات الإيه العادية. وبالتالي ممكن المعادلة فوق دي F تساوي سيجما بيندنج في بي في بي سي في واي، ممكن استعيد عن البي ب4 بي سي، وبالتالي ممكن تبقى المعادله بتاعتي اف تساوي 4 سيجما بيندنج في بي سي تربيع في واي. وبالتالي اهو زي ما احنا كاتبين دلوقتي اهو ان الاف تساوي سيجما بيندنج في البي في البي سي في البي سي في الواي، او بتساوي سيجما بيندنج في البي تربيع في الكي في الواي، حيث الكي هنا بتساوي ممكن في الامور العاديه بتساوي 4. وبالتالي فممكن كنا نقول ان الاف تساوي السيجما استعيد عن البي سي بباي في الموديول باي في الموديول، وبالتالي فيبقى الاف بتساوي السيجما بيندنج في باي تربيع ام تربيع في الكي في الواي. الباي تربيع ام تربيع اللي هي البي سي تربيع، والكي والواي اللي هو الفورم فاكتور واي، والكي اللي هو الكونستنت بتاع عمق السن او طول السنه، وكده عدد بيساوي 4. طبعا في هذه الحاله برضو الفورس بتاعتي دي اللي هي الترانسميتد فورس، اللي هي الفورس ما نقول عن طريق التورك، بتساوي التورك مقسوم على البيتش ريدياس اللي هو قطر السلك قطر الترس مقاسا من دائره الايه الخطوه للبيتش سيركل، يبقى البيتش ايه ريدياس. المعادله دي اللي احنا بنسميها ليوس ايكويشن. ليوس ايكويشن دي ليها حالتين في الحل. الحاله الاولى لو كانت القطر بتاع الترس معروف، يعني في عندي بيبقى حاجتين، يكون البيتش سيركل معروف او غير معروف. اول حاجه اف اهو ديزاين ريماركس، بعض الملاحظات، لو كانت دي از نون يعني اللي هو البيتش سيركل معروف دي، بنستخدم ليوس ايكويشن في الشكل ده، هو بنحطها في شكل ايه معين اللي هو 1 على ام تربيع واي تساوي سيجما بيندنج الاوبل في الكي في الباي تربيع على اف. ناخد بالنا من حاجه ان انا هي دايما بحط المعادله بتاعت ليوس عشان استخدمها بحطها في الشكل اللي يسهل لي عمليه الايه الحساب. طيب انا دلوقتي الديامتر عندي معروف، فبحط الواحد على واي تربيع الواحد على ام تربيع واي، ده بسميه اللي هو ايه الديبندنت فاريبل اللي عندي، ده بخليه في الشمال وبخلي بقيه المعادله في اليمين زي ما هو واضح ايه كده ايه قدامي، حيث السيجما بيندنج اللوبل دي اللوبل نورمال ستريس، والمعادله الكي بتساوي 4. وبالتالي كمان الاف عندي اللي هي 2 الام تي على دي اللي هو ايه اللي هو الام تي مقسوم على نص القطر اللي هو عند البيتش سيركل ريدياس، والبيتش سيركل ريدياس هي دي على 2 حيث دي للبيتش ايه سيركل دايمتر. يبقى اذا الاف تساوي 2 ام تي على الدي. وبالتالي انا من المعادله دهيا المعادله اللي هي المظلله بالابيض دهيا انا السيجما اللوبل ده الخامه الكي ب 4 الباي تربيع معروفه الاف ممكن اجيبها من المعادله اللي هي 2 ام تي على باي. وبالتالي
الاندبندنت فيريبل اللي هو على ايدي اليمين ده كله هيبقى معروف، وبالتالي اقدر اجيب الديبندنت فاليو فيريبل بتاع اللي هو 1 على ام تربيع واي. يعني انا اذا دلوقتي اللي انا هجيبه من المعادله دي هي القيمه الاجماليه للفاكتور 1 على ام تربيع واي، لان السيجما بيندنج اللي في الطرف اليمين بقى سيجما بيندنج الابل دي الخامه هنبقى عارفينها، الكي معروفه 4، الباي تربيع معروفه، الاف اللي هي الام التويستنج مومنت على دي على 2. عشان كده احنا قلنا دي المعادله لما يكون دي معروفه يبقى كده هقدر اعرف الاف. طيب يبقى اذا انا هيبقى اصبح عندي قيمه 1 على ام تربيع في واي تساوي قيمه معينه. بعد كده يبقى اذا انا ايه الموديول، انا ممكن في الحاله دي انا مش عارف الموديول لكن عارف حصل ضرب مقلوب، حصل ضرب الام تربيع الام الموديول تربيع في الواي بيساوي قيمه معينه انا عارفها. ما الواي انا ممكن اجيبها منين؟ اجيبها من التيبل، وهيبقى لي الايه الام تربيع، الام تربيع دي اللي ايه اللي انا ايه عايزها. يبقى انا لو جبت الواي اللي عندي زد معين من الاسنان ممكن اجيب بعد كده الام من اللي انا عندنا اللي حصل ضرب 1 على ام تربيع في واي ده قيمته ايه معروفه. It is important to note that the number of teeth of the pinion is assumed to be equal or more than 15 teeth. عدد بنخليه من 15 ل 20. يعني ناخد بالنا ان احنا عادة بنختار عدد الاسنان من 15 ل 20، يبقى لو فرضت عدد اسنان معين هبص في الجدول بتاع ونوع سنه معينه انا ممكن اجيب قيمه الواي. وطالما جبت قيمه الواي هقدر اجيب الايه؟ الموديول. الطريقه الثانيه if d is unknown then the form of Lewis equation هتبقى بشكل ثاني. يعني دلوقتي احنا في الحاله اللي فاتت اللي هو 1 على ام تربيع في واي تساوي السيجما بيندنج في الكي في الباي تربيع على اف، ها ده الصوره لما يكون دي عندي القطر معروف. طب لو القطر مش معروف Lewis equation بتاخد الصوره اللي هي قدامي دي ان سيجما بيندنج تساوي 2 الام تي على ام تكعيب في الكي في الباي تربيع في الواي في الزد. دي الصورة، ونلاحظ دي كلها صور للمعادلة الأصلية اللي احنا ايه طلعناها بتاعة لويس إيكويشن. حيث السيجما بيندنج اللي هو الأول ستريس نورمال ستريس طبعا، والإم تي اللي هو التويستنج تورك أو الترانسميتد تورك، والكي بتساوي 4، والزد نمبر أوف تيس أون ذا ويكر جير عدد الأسنان على الترس الايه الضعيف. ونلاحظ هنا الترس الضعيف لو انا عندي ترسين متعشقين مع بعض هعملهم من نفس الخامه، طبعا الترسين هيكون واحد قطر صغير وقطر كبير بينيون وويل، والاثنين من نفس الخامه بنفس الخامه طبعا ليهم نفس شكل السنان انا مش هعشقهم مع بعض الا اذا كانت اسنانهم مع بعض. وبالتالي لو كانوا اثنين من نفس الخامه هلاقي ان الترس الصغير بيلف بسرعه اعلى فيبقى عليه ترك اقل، الترك اللي بيبقى اثر عليه اقل، وبالتالي الترس الهويل الكبيره هي اللي هتلف بسرعه ابطا يبقى عليها ترك اعلى، يبقى هي دي الويكر او هي دي الترس الايه الاضعف. نلاحظ شويه حاجات. اول حاجه زي ما قلنا قبل كده ان المينيمم نمبر اوف تيس بيكون 15، اقل عدد الاسنان بيكون 15 من 15 ل 20، يعني ده اقل عدد من الاسنان اللي ممكن اختاره بالنسبه لاي ايه ترس. الحاجه الثانيه possible smallest module means most economical design. يعني انا بصمم دايما بحاول ان انا وهنشوف ازاي في بعض امثله ازاي بنعمل حسابات التروس. اهم حاجه ان انا كلما كان ممكن ان انا اخلي الموديول بتاعي صغير كلما كان ده بالنسبه للتصميم اكثر اقتصاديا. ثالث حاجه ان طبعا معناها ان الترس صغير وهيشيل نفس الايه الاحمال وهيؤدي الغرض المنوط بيه. بيقول في عموما if the diameters are known لو كانت الاقطار معروفه design can be for largest number of teeth. يعني انا بيكون عندي الاسنان كلها معروفه فانا بشتغل على الاسنان اللي largest number of teeth، يعني على الاسنان اللي هي ايه بحاول ازود في عدد الايه الاسنان عشان ايه اصغر الايه الموديول. إذا هم ار انون لو كانت بقى الاقطار بتاعتي بتاع اللي هو البيتش سيركلس مش معروفه فانا بشتغل على ايه اصغر ايه سمولست بيتش دامتر اصغر ايه القطر بقدر المستطاع. بالنسبه للستريس الاول تو ستريس هنلاحظ حاجه ان سيجما بي دي اللي هو الانديورنس ليميت بتاعت الجيم ماتيريال،
والإنديورنس ليميت دي دي اللي هو الإجهاد اللي بيصف لي الخامة بتاعتي في الكلان أو في حالة الإيه الداينامكس. وده عادة إن هو بالنسبة للتروس بيتوقف على السرعة زي التيبل اللي إيه اللي واضحة قدامي دي. يعني أنا عشان أجيب الألوبل ستريس سيجما بيندنج الألوبل دي فهو بيتوقف على الإنديورنس ليميت اللي هو السيجما نوت وبيتوقف على الفيلوستي. فلو كانت اللينير فيلوستي اللي هي في نص القطر في الأوميجا أقل من 10 متر بير سكند عندي 3 رينجز 10 فما أقل من 10 ل 20 متر أكتر من 20 متر يعني من 20 متر بير سكند فما فوق فأنا عندي 3 معادلات كل معادلة خاصة برينج معين من أو بمدى معين في الاستخدام حسب السرعات. الرينج الأولاني اللي هو بتاع من 0 ل 10 بتكون الألوبل ستريس بتساوي الإنديورنس ليميت اللي هو السيجما نوت دون في 3 على 3 زائد في حيث في بالمية فما بير سكند وواضح زي ما واضح قدامي. لو كانت من 10 ل 20 بيبقى سيجما نوت بتساوي 5.6 من 10 5 زائد في واذا كانت اكتر من 20 بيبقى 6 على 6 زائد ايه في. دي الايه المعادله يعني وبالتالي في المعادله دي بدلاله الاندورنس ليميت واللينير فيلوسيتي انا ممكن اجيب الايه الالاوبل نورمال ستريس بتاعه الاسنان اللي سيجما بالالاوبل اللي احنا بنستخدمها في الايه في المعادله. بالنسبه للاندورنس ليميت فطبعا هو ليه تعريف بالتاكيد بنعرفه في دراسه الستريس اناليسيس وهو اللي هو قيمه الاجهاد اللي عنده الخامه بتاعتي ممكن تستحمل فاريبل لود او اللود متغير 10 اس 7 مره يعني نمبر اوف سايكلز بتاعته 10 اس 7 ودي ايه بنعرفها في تحليل الاجهادات. واحنا عاده يبقى في تيبلز بنقدر نجيبه منها ولكن لو عندي الاندورنس ليميت مش معروفه فانا على طول باخدها تلت السيجما التيميت بتاعه الايه الخامه وبالتالي السيجما الاندورنس ليميت بيساوي تلت الايه السيجما التيميت. التيبل قدامي ده بيديني قيم للسيجما اندورنس لثلاث خامات الاساسيين اللي بيستخدموا في صناعه التروس اللي هو الكاست ايرون برونز والكربون ستيل. لاحظ ان الكربون ستيل الرينج بتاعه كبير من 70 ل 350 نيوتن على المتر سكوير. طبعا ده بيتوقف حسب نسبه الكربون اللي موجوده في الخامه كل ما نسبه الكربون زادت كل ما السترنس بتاعي بيزيد بعض الشيء. وبالنسبه للكاستاين 55 وبالنسبه للبرونز كام 83. وبرضه هو بيقول لك كمان ان جنرال الانديورنس ليميت كان بي تيكن از 1 ثيرد اوف ذا التيميت سترينث او ماتيريال يعني عاده بيساوي تلت الايه الديورنس ليميت بيساوي تلت الايه الالتيميت ستريس سيجما ايه التيميت او سيجما انديورنس بيساوي تلت سيجما ايه التيميت. ديزاين بيزد اون ويكر جير احنا عارفين ان احنا في التصميم بنعتمد على السيجما نقطة الانديورنس ليميت مضروبة في واي هو ده الفاكتور بتاعي اللي انا ايه بعتمد عليه في التصميم اللي هو الانديورنس ليميت مضروب في الفورم فاكتور واي وبالتالي فالويكر جير يعني لو نروح هنا بيقول لك الويكر جير از ذات ويز سمولر فاليو فور ذيس برودكت يعني الترس اللي ليه سيجما انديورنس مضروبة في الواي صغيرة هذا الترس هو يعتبر الترس الاضعف. طيب احنا عارفين ان الواي دي يعني ايه بتتوقف على شكل الترس امال ليه وحط هنا الانديورنس ليميت حط الانديورنس ليميت لان الترس بيكون ضعيف او مش ضعيف ده بيتوقف على نوع الخامه بتاعته وعشان كده الفاكتور ده فاكتور بيتوقف على شكل السنه ونوع الخامه. نوع الخامه ممثله هنا هو بالانديورنس ليميت وشكل السنه متمثل هنا بالايه بالفورم فاكتور ايه واي. وبالتالي لو انا عندي ترس وبينيون اجيب لكل واحد منهم السيجما انديورنس مضروبه في الواي يعني شوف ده معمول من خامه ايه وده معمول من خامه ايه لو كان من خامتين مختلفتين يبقى كل واحد ليها انديورنس ليميت واجيب واي الواي فاكتور لكل واحد منهم
واجيب البرودكت دون. كل ما كان البرودكت ده كبير كل ما كان التريس ده قوي، وكل ما كان البرودكت ده صغير كل ما كان ايه التريس ده ضعيف، وبالتالي اقدر احدد من هنا انهي ترس هو الايه الترس الضعيف. طيب لو كان الترسين مشتركين في الخامه، وبالتالي هيبقى الواي السيجما اندورنس هنا ايه هتبقى ثابته، وبالتالي هيبقى هنا الفاكتور هنا في ايه الواي هو الفيصل اللي عندي، وبالتالي في الحاله دي هيكون البنيوم هو الايه الترس الايه الاضعف. هنا في كمان بيحصل على الترس بعض الاحمال الديناميكيه بيكون ليها اسباب. يعني الترس هنا في تصميم من اللي فات على الاندورنس ليميت احنا كنا بنعتبر ان اللود بتاعي بيجي عليا ستيدي او بيجي لايت لود، يعني اللود بيخش مفيش لا حركه تصادميه ولا امباكت عليه، ولكن في الواقع ممكن يحصل عندي ان الترس يحصل عليه دايناميك لود. الدايناميك لود بيكون ليها مصادر او اسباب. هذه الاسباب اول حاجه يكون سبب الايه inaccuracy of tooth profile، يعني اول حاجه ان يكون وهو بيقطع او بيفتح الترس كان الترس بتاعي غير مش متفتح بالطريقه السليمه، فعدم الدقه في تفتيح الترس دوت دي بتعمل لي ايه بتخلي لي الترسين وهما بيعشقوا مع بعض ما بيكونوش مضبعين كويس مع بعض، فعدم التطبيع ده هو يؤدي الى يبقى فيه ممكن يتولد كليرنس او يتولد جاب بينهم، فبيحصل ايه الخط او يحصل دايناميك ايه لود. الحاجه الثانيه inaccuracy of tooth space، نفس الكلام ما هو برضو لو البروفايل مش سليم اللي هو الشكل بتاع السنه، او لو المسافه بين السنه والسنه اللي بعديها على نفس الترس غير متساويه فده اللي بيحصل ليها. بص لقى ان السنه بتاع الترس لما تيجي تخش بين سنتين من الترس المقابل ليها بين مثلا وهويل هبص لقى ممكن تخش في مسافه اضيق او مسافه اوسع، لو مسافه اوسع هيحصل فيها هيبقى في sudden shock هتحصل وبيتنقل من الدرايفر للدريفن نتيجه ان في جاب كبيره، لو صغيره طبعا هيتحشر بينهم وده بيحصل لي ايه بيعمل لي انترنال اسيست ممكن تعمل لي فيلير بالنسبه للايه للسنه، وبالتالي دايناميك لود هيبقى كان ايه ده مصدر من مصادر. الحاجه الثالثه اللي هو الميس الاينمنت ان ماونتنج، يعني ايه عمليه ان عدم ضبط المحاور في حاله التركيب. يعني انا بالنسبه للسبير جير لازم يكون الترسين بتوعي متعامدين. طب لو الترسين مش متعامدين وكانوا يعني متوازيين معناهم مفيش التقاء بينهم، لكن لو حصل ان واحد مال شويه وقرب من الثاني معناه انه في مالا نهايه ممكن يتقابلوا مع بعض. الميس الاينمنت ده لو حصل ده معناها ان السنتر ديستانس اصبحت بتاعتي مش مظبوطه، ما هياش السنتر ديستانس ما هياش تساوي نص القطر بتاع البيتش اللي هو البيتش ريديس للبينيون والبيتش ريديس للجير. مثل هذه الامور كلها مع بعضها معناها ان الترسيم بتوعي الباكلاش اللي بينهم هيبقى مش مظبوط، اللي هو الخلوص اللي بين السبيس بتاع السنه وتخانه السنه المقابله اللي بتخش جواه. ما احنا عندنا لما يكون ترسيم بيعشقوا مع بعض لو تخيلت سنتين وهيخش بينهم سنه من الترس المقابل السنتين دول بينهم فراغ، اي سنتين متسلتين على ترس بينهم فراغ بيخش هذا الفراغ اللي احنا بنسميه تول سبيس بيخش فيه بتخش فيه السنه بتاع الترس المقابل اللي احنا بنسميها الجير او التوث ثيكنس اللي هو التخانه بتاعتها. لو حصل ان الفرق بين الاثنين دول عاده بيكون السبيس ده اكبر من تخانه السنه عشان تقدر السنه تخش ايه براحتها، طبعا مش اكبر يعني اكبر بيبقى فيه تولرنس بسيطه يعني بين الاثنين عشان تخش براحتها. لو حصل ان السنتر ديستنس بتاعتي بقتش مظبوطه ده ممكن تاثر ان الترسين يقربوا من بعض او يبعدوا عن بعض، لو بعدوا عن بعض معناها المسافات بقت كبيره قوي بين السنان اللي متعشقوا مع بعضها فبيعمل لي تخبيط في السنه وده يديني دايناميك لود وده اللي احنا بنسميه باكلاش اللي بيحصل في الايه في التروس. لو السنتر لاينز دول قربوا من بعض معناها ان الترسين هيضغطوا على بعض معناها ان السنه اللي داخله بين سنتين من الترس المقابل هتبتدي تنغمس جوه السنتين دول ممكن تصل الى تعدي البيس سيركل وتصل الى الروت بتاعت السنه من تحت ويحصل فيها ايه برضو دامج او يحصل فيها احمال ايه بتطلع عليها احمال احمال ديناميكيه ايه عاليه. التوث ديفليكشن اندر لود ذات تينس تو فيلوسيتي تشينج، لاحظ برضو حاجه ان الديناميك
اللود ده بيحصل في السنان نتيجة برضو ديفليكشن بتاعت السنة اللي بينشأ في السنة نتيجة التحميل اللي عليها، مما بيؤدي إلى إيه؟ تغيير السرعات الخطية بتاعت الإيه؟ الأسنان. وتغيير السرعات معناها تغيير على طول إيه؟ الأعمال. بس الاينمنت المونتنج واحنا قلناها قبل كده. الديناميك لود اف دي دون ممكن نجيبه من المعادله بتاع باكنجهام اكويشن، اللي هي المعادله اللي قدامنا، اللي هي اف دي بتساوي 21 في بي سي زائد اف على 21 في زائد الجذر التربيع بي سي زائد اف، كل ده زائد اف. اف دي ده اللي هو الديناميك لود، الفي اللي هو البيتش لينر فيلوسيتي بالمتر بير سكند، البي اللي هو الفيس ويتس عرض السنه او عمق السنه بمعنى صح، اف اللي هو الجير تورك مقسوم على البيتش ريديوس اوف جير اللي هو احنا بنها ترانسميتد فورس، وسي ده كونستانت بالنيوتن متر. سي ده كونستانت بالنيوتن متر، سي ده بنجيبه من التيبل اللي قدامي، بس التيبل ده نلاحظ ان هو بيديني ايه؟ بالكيلو نيوتن على المتر. احنا بنقول ان السي في المعادله كان بالنيوتن على المتر، وبالتالي فده نضربه في 1000 يديني على طول القيمه اللي اتحط في ايه؟ في المعادله. ولاحظ ان الديفورميشن فاكتور ده سي ده هو بيتوقف على مجموعه حاجات، بيتوقف على الخامه بتاعه البنيون والخامه بتاعه الجير وعلى شكل السنه وعلى شكل السنه وعلى قيمه الخطا الديفورميشن الخطا في السنه في الفورم بتاعتها. الخطا اللي يحصل في السنه ده نلاحظ ان الرينج بتاعه بيبدا من 1% ملم لغايه 8%. 1% معناها 10 مايكرون، يعني من 10 مايكرون لغايه 80 مايكرون، ده اقصى حد. طبعا لو زاد عن كده معناها ان احنا وصلنا في مرحله يعني الضياع، معناها ان السنان بتاعتي هنا ايه؟ هيبقى الاحمال اللي عليها ايه؟ عاليه جامد، يعني ايه؟ في مشاكل، هيبقى في التشغيل مشاكل كبيره، او بمعنى صح نضمن ان السيستم بتاعي هيحصل له فيلر مش هيشتغل. ومديني القيم، ولاحظ ان بالنسبه مثلا لو خدت الصف الاولاني اللي هو البنيون كاست اير والجير بتاعه كاست اير وانفليوت توس فورم 14.5 درجه، هلاحظ ان لو كان الاير اللي حصل في السنه هو 10 مايكرون هيكون قيمه السي 55 كيلو نيوتن على المتر، يعني 55000 نيوتن على المتر. هذا الرقم ال 55 بترتفع الى 440 في اخر الصف او في اخر السطر بتاعي عند الايرور لما بيوصل 80 ايه مايكرون او 8% مليمتر. يعني كل ما الايرور بيزيد كل ما كان الايه دايناميك السي ده بيزيد. لاحظ ان السي ده كل ما بيزيد كل ما الدايناميك لود بيزيد. بالاضافه كده كمان الايرور ان هو مع الفيلوسيتي، تغيير الايرور مع الفيلوسيتي حسب الايرور. لو انا بصيت هنا المحور الراسي مع المحور الافقي، المحور الراسي هو الايرور بالمليمتر والمحور الافقي هو البيتش لينير فيلوسيتي التغير فيها، هلاحظ ايه؟ ان كل لما بيحصل خطا في الترس كل لما بيحصل ايه؟ ان بيحصل تغيير الفيلوسيتي او لينير فيلوسيتي بتاعتي ايه؟ بتتغير. هنتعرض دلوقتي لحل بعض المسائل. المسألة الأولى: بير اوف ماتنج سبير جيرز هاز 14.5 ديجري فول ديبس تيث اوف 10 موديول. يعني دلوقتي عندنا ترسين في حالة ميشنج، النوع بتاعهم 14.5 درجة بريشر انجل فول ديبس تيث موديول، الموديول بتاعها 10 ملي. البيتش ديامتر بتاع الترس الصغير اسمه الاستجير هو البنيون، يعني 160 ملي، والترانسميشن ريشيو اللي هي السبيد ريشيو اللي هي الريدكشن ريشيو 3:2. كالكوليت دلوقتي ايه المطلوب في 9 مطاليب. ابتداء من النمبر، اول حاجه الايه اللي هو النمبر اوف تيس فور اتش جير، الادندم، الهول ديبس، الكليرنس، الاوتسايد ديامتر، وهكذا. عايزين ايه؟ نشوف ازاي نجيب المطاليب دي. اول حاجه عايزين نشوف النمبر اوف تيس فور ايتش جير اللي هو المطلوب الاولاني. طيب احنا عندنا الديامتر اللي هو مديهولي
بتاع البنيون 160 مللي. طيب هيبقى الجير كام؟ اذا كان السمول 160 يبقى الجير كام؟ احنا السبيد ريشيو بتاعتنا 3 على 2 يبقى 160 في 3 على 2 دي 240 مللي. ده ايه الديامتر بتاع الجير. وعدد السنان احنا عارفين ان الزد في الموديول يساوي البيتش سيركل، لان الموديول هو تعريفه ايه؟ تعريفه هو نصيب الموديول، هو نصيب كل سنه من قطر البيتش سيركل. زي ما البيتش سيركل ده الخطوه للبيتش سيركل، الخطوه بتاعت الترس هي عباره عن ايه؟ نصيب كل سنه من المحيط، فالموديول هو نصيب كل سنه من القطر. عشان كده الام في الزد بتديني القطر اللي هو البيتش سيركل ديامتر. اذا معنى كده ان الزد بتساوي الديامتر مقسوم على الموديول، يبقى الديامتر عدد الاسنان بتاعه البنيون اللي هي 160 القطر على الموديول 10 دي 16 سنه، وبتاعه الترس 240 اللي هو القطر احنا جبناه على 10 دي 24 سنه. يبقى دي ايه؟ عدد الاسنان هو الاول مطلوب. تاني حاجه عايز الادندم. واضح ان احنا عشان نجيب الادندم انا عارف نوع الترس ايه. يعني الادندم عندي بالنسبه ل 14.5 فول ديبس انفوليوت، الادندم بيساوي من التيبل اللي احنا كنا شفناها قبل كده، الادندم بيساوي الموديول، والديدندم بيساوي 1.156 الموديول، وبالتالي هيبقى الهول ديبس اللي هو الادندم زائد الديدندم بيبقى 2.157 الموديول. ده الهول ديبس. طيب يبقى اذا الادندم بتاعي هو بيساوي الموديول بيساوي 10 مللي، والهول ديبس اللي هو المطلوب الثالث سي هو 2.156 الموديول بيساوي 2.156 × 10 يديني 21.57 مللي متر. ده الهول ديبس. طيب عايزين دلوقتي نجيب الكليرنس. طب ما هو الكليرنس عباره عن ايه؟ الكليرنس عباره عن الفرق بين الادندم والديدندم اللي هو ايه؟ 0.157 الموديول، فهيديني ايه؟ ملي و57 مية. نلاحظ ان الكليرنس ده اللي احنا بنخليه موجود علشان يضمن لي ما يحصلش تداخل انترفيرنس بين السنتين المتعشقين مع بعض بتاعت الترسين اللي هما ايه؟ البنيون والهويل. عدم وجود الكليرنس ده معناها الترس بتاعي مش هيشتغل. بعد كده عايز الاوتسايد ديامتر. طب ما انا عندي الاوتسايد، لو انا عندي البيتش سيركل ديامتر وعندي الادندم، فالبيتش سيركل ديامتر اضيف له ادندم من فوق وادندم من تحت، يعني زائد 2 الادندم هيديني الايه؟ الاوتسايد ديامتر اللي هو اللي احنا بنسميه، ممكن نسميه كمان ايه؟ الادندم ديامتر اللي هو البيتش ديامتر زائد 2 الادندم. يبقى بالنسبه للبنيون هيبقى 160 زائد 2 في 10، وبالنسبه للهويل او الجير الكبير 240 زائد 2 في 10 يبقى هيديني 180 و260 ملم على الترتيب زي ما هو واضح ايه قدامنا. بعد كده عايزين نجيب الروت ديامتر. الروت ديامتر اللي هو الايه؟ الاوت سايد ديامتر ناقص 2 الهول ديبس. من لو انا عندي الادندم ديامتر اللي هو الادندم ديامتر اللي هو القطر بتاع الدائره الخارجيه خالص اللي هي بتاعت الادندم، لو طرحت منها الاتش والاتش هيديني قيمه الايه؟ الروت ديامتر. فالروت ديامتر هيبقى ال 180 ناقص 2 في 21.757 ده اللي هو الهول ديبس، او 260 ناقص 2 في 21.57 هيديني الارقام اللي هي 186 او 216 و86 على الترتيب. ده الروت ديامتر بالنسبه للبنيون وبالنسبه للجير. بعد كده البيز سيركل ديامتر. البيز سيركل ديامتر بيساوي البيتش ريديوس، يعني البيز سيركل ديامتر بيساوي البيتش سيركل ديامتر في كوساين 4 البريشر انجل، او الريديوس بتاع البيس سيركل بيساوي البيتش ريديوس في كوساين 14.5، ف اللي هي كوساين البريشر انجل يعني اللي هي كوساين بيتا. فالديامتر البيس سيركل هيبقى يديني 154.90 ده ده البنيون، وبالنسبه للجير هيبقى يديني اللي هي 240 على 2 اللي هو الريديوس في كوساين 45 دي 116.18 يبقى بسيركل 232.36 مية. الديدندم طبعا معروف اللي هو ايه؟
1.157 الموديول زي ما هو واضح ايه قدامنا. Interference is avoided if the addendum radius of the gear is يعني ده عشان اضمن لازم طبعا اعمل تشيك على الانترفيرنس من المعادله بتاعت الجذر اللي احنا خدناها قبل كده. فهديني هجيب ايه الار ادندم لازم تطلع اقل من او تساوي ايه القيمه اللي احنا القيمه اللي احنا مطلعينها. فهتديني ان هو 116 18 100 تربيع زائد نص في 16 حسب المعادله اللي احنا جبناها قبل كده. فهتديني 126.51. ونلاحظ ان as addendum radius of the gear is الادندم radius اللي هو نص القطر بتاع الدائره الخارجيه بيساوي 240 زائد 2 مديول على 2 يعني بيديني 260 على 2 هيديني 130. Interference will exist and some modification in the design will be necessary يعني هنا هيحصل في interference لان القيمه هنا هو 130 في حين هناك كانت اللي احنا جبناها من المعادله كانت اكبر منها. يبقى اذا ايه هيحصل هنا interference decreasing. فهنا الحل بتاع طالما هيحصل هنا انترفيرنس اعمل ايه اغير اصغر المديول. فهصغر المديول من 10 الى 8 وهحل هلاقي الايه المساله بتاعتي ممكن يحصل هنا ايه تبقى إيه الحل بتاعي اوكي وممكن يعمل لي ايه يعمل افويدنج او يمنع لي حدوث الايه الانترفيرنس. المثال الثاني برونز سبير بينيون يعني عندي بينيون صغير من البرونز الانديورنس بتاعه 83 ميجا نيوتن على المتر سكوير اللي هي نيوتن على المتر سكوير يعني روتيت عند سرعه 600 ار بي ام يعني بيجري عند سرعه 600 ده البنيون معنى كده السرعه العاليه لان البنيون معناها لو الترس الصغير الترس الكبير هيبقى متعشق معاه لازم يبقى سرعته اقل. و الجير بتاع التاني اللي هو سبير جير من كاست اير اللي هو الهويل يعني 103 نيوتن على المتر سكوير اللي هي ميجا نيوتن على المتر سكوير ونسبة الترانسميشن ريشيو او السبيد ريشيو 4:1. البنيون فيه 16 سنة ستاندرد 20 فول ديبس انفوليوتيز والموديول بتاعها ايه 8. الفيس ويتس اللي هو البي اوف بوز جيرز 90 ملم. هاو ماتش باور كان بي ترانسميتد فروم ذا ستاند بوينت اوف ستريس يعني عايزين نشوف ايه بالنسبة للسن دول ايه الباور السيف اللي ممكن ايه ينقلوه. الحل لازم نشوف انهي ترس في الاثنين دول هو الويكر او الاضعف علشان ايه على اساسه نقدر نشتغل ونعمل التشيك بتاعنا. الفيصل في ان احنا الترس يكون هو الاضعف ان احنا نجيب اللي حصل ده بتاع السيجما بالانديورنس ليميت مضروب في الفورم فاكتور واي لكل منهم للبنيون وللجير. فهنبص نلاقي عاملين جدول اهو عندنا نمبر اوف تيس والانديورنس ليميت وبعدين فاكتور واي وبعدين حصل ضرب الفاكتور واي مضروب في الانديورنس ليميت بالنسبه للبنيون وبالنسبه للجير في صفين ورا بعض. هلاحظ ان سيجما نوت في الواي اللي هو الانديورنس ليميت في الفورم فاكتور بالنسبه للبنيون 7.8 × 10^6 وبالنسبه للجير 13.9 × 10^6 معنى كده ان البنيون بتاعي هو الايه الاضعف. عشان نحدد اي عشان نحدد الباور ممكن تتنقل لازم نجيب الفورس ونضربها في نص القطر بتاع الترس بالنسبه للويكر. عشان نجيب بقى الفورس يبقى لازم نعرف الالاوبل ستريس. عشان نعرف الالاوبل ستريس لازم نبقى عارفين حاجتين الفيلوسيتي ولازم نبقى عارفين كمان ايه الانديورنس ليميت. طب احنا عارفين الانديورنس ليميت للبنيون يبقى لازم نجيب الفيلوسيتي. الفيلوسيتي هنجيبها من العلاقه ان في بتساوي اوميجا ار ولو احنا الويكر هو البنيون يبقى احنا شغالين على البنيون. الاوميجا يبقى اوميجا في ار بينيون اللي تساوي الاوميجا في الدي بينيون على 2. طيب ما هي الدي بينيون على 2 دي اللي هي ايه اللي هو قطر بيتش سيركل ديامتر بتاع البينيون اللي هو الزد عدد السنان في الموديول. والاوميجا اللي 2 باي ان على 60 معنى كده ان الفي هي 2 باي ان على 60 مضروب في الزد بي في ام على 2. لما نطبق هذا الكلام ونعوض هيديني ان الفي بتساوي 4.2 متر بير سكند حيث الزد بي في الام دي ب 16 في 8 دي اللي هو المفروض اللي هي قطر الايه بيتش سيركل ديامتر من البنيون وبالتالي الفي بتاعتي هنا 4 معناه ان هي اقل من كام
من 10 متر بير سكند. معنى كده ان العلاقه بتاعتك بتديني قلقه بالاستريس، هي العلاقه اللي قدامي دي اللي هي النيورون سيمنت في 3 على 3 زائد الفيلوسيتي بالمتر بير سكند، فدي هتديني ان السيجما الاول بتاعتي 35.5 ميجا نيوتن على المتر سكوير، اللي هي يعني 35.5 نيوتن على المليمتر سكوير. نكمل الحل بتاعنا، واذا هنجيب الفورس بتاعتنا بقى، الفورس تساوي السيجما الاول في البي في الواي في البي سي. طيب السيجما نوت ليه 35.5 في 10 اس 6؟ لان كويس البي اللي هو طول السنه، طول السنه مش ارتفاعها، على الطول هو في الاتجاه الموازي للاكس بتاع الترس، اللي هي كام اللي هي 90 سنتي، فهي 9% متر، 9 سنتي اللي هي 9% متر، ودي اللي هي البي. والواي هجيبها من الجدول اللي قبل كده، والبي سي اللي هو البيتش سيركل بتاعتي، اللي هي احنا عارفين ان الباي البي سي باي في الموديول، هيديني ايه المقدار اللي بتاع اللي قدام اللي عندي، يديني 7.542 كيلو نيوتن. وبالتالي يبقى البول بتاعتي الفورس في الفيلوسيتي، الفورس عندي ممكن اقول الفورس في الفيلوسيتي الباور، او التورك في الاوميجا، لان الاوميجا هي نفسها الايه الفي هي الاوميجا في الار، وبالتالي فهي ايه الباور سو التورك في الفيلوسيتي اللي هي نفسها سو الفورس في الفيلوسيتي اللي هي نفسها التورك في الاوميجا. انا عندي الفورس وعندي الفيلوسيتي هيديني ايه 30.3 كيلو واط. المثال الثالث والاخير، سبير جير سبير بينيون من الكاست اير، ومديني السيجما الانديورنس ليمت بتاعه، والجير بتاعها من الكاست اير برضو، اسف البينيون من الكاست ستيل والبينيون من الكاست اير، والستيل بتاعه 5 او والانديورنس ليمت بتاعه 55. الجير ريشيو 7:3، الديامتر اوف بينيون 105. طبعا طالما قال الديامتر ما هو المقصود بالبيتش سيركل ديامتر بتاع البينيون، وبالتالي بتاع الجير لما اضرب 105 ده في 7:3 هيديني الديامتر بتاع ايه بتاع الجير الكبير، وبينقل 20 كيلو وات، عندي سرعه 900 ار بي ام، والتيس من النوع 20 درجه فول ديبس انفلوت. عايزين نصمم الترس بتاع دول ونشوف الموديول بتاعه وكل الداتا بتاعه. اول خطوه عندي انا هفرض عدد اسنان الترسين زد للبينيوم زد للجير، وانا عارف النسبه 3:7، فلو قلت ان البينيوم 30 فيكون الجير 70، ودي طبعا بيحقق لي النسبه اللي زد على 3:7. دي انا بفرضي علشان اجيب السيجما الانديورنس ليمت مضروب في الواي لكل من الاثنين، لكل من البينيوم والجير، عشان احدد ان واحد ضعيف اللي ابتدي اشتغل عليه. جبت البينيوم وجبت الجير، لقيت ان الجير هنا هو 7.54 في 10 6، في حين ان البينيوم 15.96 في 10 6، لان هنا الماتيريال بتاع البينيوم الاستنس بتاعه اعلى كتير من بتاع الايه الجير، عشان كده الجير بتاعه هو الويكر، وبالتالي هيشتغل ايه على الويل اللي هي الويكر. الديامترز بتاعتها معروفة طبعا، لان البينيوم 105 ولو ضربتها في 7:3 هديني 245، ده الديامتر بتاع الايه الجير. طالما الديامترز معروفين يبقى انا هستخدم المعدل اللي قدامي دي بتاعت لويس، اللي هي اللي فيها على الناحية الشمال 1 على ام تربيع في واي بتساوي سيجما بي في الكي في الباي تربيع على اف، وبالتالي التورك ترانسفيت باي بينيون، البينيون هينقل لي تورك قد ايه؟ هينقل لي ال 20 كيلو وات، ما هو الباور سو تورك في اوميجا، يبقى على الاوميجا اللي هي 900 في 2 باي على 60، فطبعا 60 تطلع فوق هتديني 220 نيوتن متر. ده قيمه التورك اللي هينقله البينيون. وبالتالي في الترانسفيت فورس اف هتساوي التورك مقسوم على الديامتر الرادياس، يبقى ايه 212 نيوتن متر على ديامتر اللي هي 52.5، لان ايه لان القطر كله كان 105 فنص 52.5 سنتي 52.5 مللي اللي هو 52 اللي هو 525 10000 بالمتر، وبالتالي هيديني 40 او 4040 نيوتن. دي قيمه القوه ايه اف. دلوقتي انا عرفت قيمه القوه اف،
وبعدين البيتش اجيب السرعه عشان اجيب منها ايه الالاوبل ستريس، السرعه بتاعتي طلعت 4.95%، وبالتالي فهيبقى دي اقل من 10، يبقى استخدم المعادله بتاعت ان السيجما الاوبل تساوي سيجما انديورنس مضروبه في 3 على 3 زائد في زي اللي قدام دي، فهديني ان الاوبل ستريس بتاعي 20.8 ميجا نيوتن على متر تربيع، وبالتالي الواحد على ام تربيع بتاعتي، واحد على ام على ام تربيع واي هتساوي هذا المقدار، هتديني 203 ب 10 3. طبعا كل القيم دي للكي ب 4 مثلا، يعني كل الداتا موجوده الاف ب 4040 وهكذا، جبتها ب 203 ب 10 3. بعد كده فرض مثلا المديول الام بتساوي 7، هيبقى الزد بتاعت الجد 245 على 7 دي 35 تيس، والواي بتاعتي من التيبل هتطلع لي ب 119، وبعد كده معنى كده ان واحد ام تربيع واي هتساوي المقدار اللي هي اللي قدامنا. نلاحظ حاجه ان المديول 6 و8 و9 كانت بي يوز دي تو ذا اي ريكوايرد جروست ريشيو، يعني والمديول من 5 هيديني ايه ترس ايه اضعف من كده، يعني احنا بنجرب اكتر من مديول لغايه لما نوصل للمديول ايه اللي احنا عايزينه. ممكن كمان ان احنا ايه نقلل الكي من 4 حسب النسب بتاعه ال 171 و 10 اس 3 ديت وال 202.8 اللي قبل كده، فاللي احنا كنا طلعناه اول لما فرضنا في الاول اكتر للترس والبنيون، وبالتالي ممكن نخلي الكي بتاعت 3.38، ومن كده ممكن ايه نحل المساله بتاعنا. والفاينل تشيك اللي احنا بنعمله نشوف الويكر ان احنا بنجيب السيجما نوت في الواي للبنيون والجير، وهلاقي ان الجير هو ايه الويكر، وبكده يبقى هنا التمرين ده.